سلفتنا اليوم هوس ونظريات يتبعها العديد للحصول على جسم أفضل وأكيد صحة أفضل. سلفتنا وما فيها اليوم عن الغذاء الصحي. تعرفي يا ريم، لما عرفت أن إحنا اليوم هنتكلم عن الغذاء الصحي كذا استوقفت كذا وقعدت أفكر. الغذاء الصحي، أي الغذاء كله حلو، هو كله حلو حلو ولو نعمة الحمد لله، كله صحي وكله صحي ترى، كل شيء والله كل المكونات صحي. كل المكونات صح، الدهون صحية، الكربوهيدرات مزبوط صحية، الحلويات صحية، السكريات صحية، البروتين صحي، كله صحي. بس لما يمكن تختلف من 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 ثقافة لثقافة، من بيئة لبيئة، من إنسان لإنسان مفهوم الغذاء الصحي. لذلك يمكن تلقي احنا بنشوف حلقة اليوم تلقي اختلافات كثيرة وأنواع أغذية كثيرة صحيح. وأنواع دايت كثيرة مختلفة، لأنها هي ترجع لكل واحد كيف بيفكر صح. في مفهوم الغذاء الصحي. أحب أكمل بس على النقطة اللي ذكرتيها لبنى، أنه فعلا كل المواد اللي إحنا أو في مجال أنه هي تتاكل وتكون في من ضمن أكلنا وحلوياتنا أيوة صحية، especially لما إحنا نحاول نخليها بشكل متوازن في حياتنا. بالضبط، إحنا كل المواد هذه إذا كانت صحية أوكي موجودة وبناكلها، بس لما مثلا ناكل شوكولات أكثر أو دهون أكثر أو نشويات أكثر فهنا إحنا بنخبص. لكن إيش هو مفهوم الغذاء الصحي؟ شو مفهوم التوازن في الغذاء؟ خلونا نطلع سوا نشوف رأي المختص في هذا الموضوع ونرجع. التغذية الصحية هو الحصول على كافة العناصر الغذائية اللي يحتاجها الجسم من مختلف الأغذية المتواجدة في المجتمع أو في البلد هذه أو حتى اللي إحنا نحتاجها للجسم. الغذاء الصحي معناها غذاء يكون متكامل العناصر الغذائية. نحاول نبتعد عن المواد الحافظة، نحاول نبتعد عن الأشياء اللي فيها دهون عالية، اللي فيها أنواع من طريقة طهي مختلفة تكون سيئة أو فيها إضافات غير صحية مثل الصبغات وما الصبغات، هذه الأشياء اللي تضاف أحيانا. فنحاول نبتعد أي شيء صناعي، نحاول ناخذ الأشياء الطبيعية سواء حتى اللحم، حتى طريقة طهيه، الفواكه والخضروات، استهلاكك أنت للغذاء نفسه أنك أنت ما تخليه ينطهي بشكل مبالغ فيه بحيث أنه ما يفقد العناصر الغذائية الموجودة فيه. هنا نوازن طريقة الطهي الصح مع اختيارنا للمنتجات الصحية والطازجة. كثير نسمع بمصطلح السعرات الحرارية، طب إيش هي السعرات الحرارية اللي يحتاجها الجسم؟ طبعا يختلف من شخص للآخر على حسب هو ذكر أو أنثى صحيح. العمر، العمل اللي بيقوم فيه كمان، وضروري أنه أغلب السعرات الحرارية تكون مستمدة من أكل صحي، من أكل صحي وأكل طبيعي زي ما تفضلت الدكتورة وقالت أنه لا نروح نبحث عن البدائل معتقدين أن إحنا صح. والمكملات ناتي. وعلى طار السعرات الحرارية ريب، خليني أقول لك، أنت قلتي تختلف من رجل إلى امرأة، أو أحيانا تختلف على حسب الوزن وتختلف على حسب الشغل والطاقة اللي بتفرزها. لكن لو هنحدد كأرقام مبدئية أو تقريبية على الاحتياج، فهنا بيقول لك تحتاج الأنثى إلى نحو 2000 سعرة حرارية في اليوم الواحد صح. والرجل يحتاج تقريبا إلى 2500، وطبعا الزيادة هنا ليست زيادة عشان طاقة، لكن هو بيحتاج نوعا ما عشان البنية الجسمية. وتحتاج مثلا المرأة كمان 1500 سعرة حرارية عشان تفقد كم؟ 450 جرام في الأسبوع. ايوه اذا هتتبع يعني يوميا لو اكلت 1500 اوكي 1500 سعرة حرارية هذا احتياجها مع معدل الحرق الطبيعي حقك، مع معدل الحرق الطبيعي بالأسبوع. ممتاز. يعني هي العملية فيها معادلة صح، على قد ما تاكل لازم تحرك، تبغى تحافظ على وزنك كل اكثر كل اقل، تبغى تاكل اكثر سوي ممارسه رياضه اكثر او اكتف خليك اكتف اكثر، فهذه هي المعادله المستحيله. بتعرفي انا دراستي، تخيلي انا دايتيشن اصلا، دراستي الاكاديميه هي التغذيه. كانت الدكتوره تعطينا قاعده في كل كورس ممكن ناخذه ريليتد، كانت تقول ناس تعتقد انه عشان تخسر وزنك تقلل أكلك، بس يتجاهل نوعا ما النشاط. بالضبط. المعادل أكثر، ممكن تظل محافظ على نظام غذائك بس ارفع معدل الحركة أو حافظ على معدل الأيض بشكل عام صح. عشان ما أتفلسف كثير وأجيب كلام من كيسي. لا أنت دارسة، شو دارسة من 20 سنة، بس ما تكبريش نفسك. ولو الحين بالعكس كلنا لازم نسمع نصايحك. لم تسمع، ما أنصحك أبدا. اسمع نصايح، خلينا نطلع على اختصاصي نسمع منها أفضل.
السعرات الحرارية هي الطاقة الغذائية أو الطاقة اللي ناخذها من الغذاء. ليش؟ لأنه إحنا لازم ناخذ طاقة من الغذاء ونصرفها في الأنشطة الحياتية. فالطاقة الغذائية تسمى سعرات حرارية اللي إحنا ناخذها سواء من فواكه أو خضروات أو حتى من نشويات أو بروتين حتى أو دهون. طيب إذا جينا نتكلم عن الدهون، في دهون مفيدة وفي دهون ضارة، دائما نتكلم إحنا ببساطة. فالدهون الضارة لازم نوازنها، يا أما نخلي أنه معادلة الدهون الضارة مع المفيدة تكون متوازنة، يا أما نقول أنه نخلي الدهون المفيدة تغلب. ليش؟ لأنه نحاول نبحث عن الصحة. الدهون المفيدة موجودة في الزيوت الطبيعية، موجودة في بعض الفواكه، بحيث أنها هي تعادل هذه الدهون الضارة وتخلي البشرة صافية، تخلي الصحة أفضل، وفي نفس الوقت تعطيك نشاط وحيوية للجسم وللذاكرة. يختلف احتياج الإنسان سواء كان رجل امرأة وطفل، يختلف على حسب الفئة العمرية. ليش؟ لأنه احتياج الرجل بحسب وظيفته، بحسب استهلاكه للنشاط البدني، يختلف من شخص لآخر. نفس الشيء للمرأة في وضعها إذا كانت حامل أو مرضع، إذا كانت هي معلمة أو إذا كانت جالسة في البيت ربة منزل، هنا تختلف الأنشطة اللي تمارسها. الطفل في الفئات العمرية المختلفة يختلف درجة نشاطه، فيختلف احتياجه للطاقة السعرات الحرارية. لكن في متوسطات، دائما المتوسط على حسب الفئة العمرية، نبحث عن المتوسط ونقدر نحاول أن الواحد ما يتعدى عشان ما يصير عنده سمنة ولا ينقص عنه بحيث أنه هو يصير عنده مشاكل في سمنة. طب خلونا نتكلم شوي عن خياراتنا الصحية، كيف نختار الأكل الصحي. وأول ما ينقال هذه الكلمة اختيار الأكل الصحي على طول بنفكر في الخضار والفواكه. صح. أيوة الخضار والفواكه، ترى لازم ناكل خضار وفواكه. تتذكروا من فترة تكلمت عن خبر طلعته هيئة الغذاء والدواء عن معدل استهلاك الشخص أو الفرد الواحد في العام هو فوق 70 كيلو جرام، يعني تقريبا من 76 إلى 77 كيلو جرام في العام خضار وفواكه للشخص الواحد السعودي. ولكن المفترض أن يكون استهلاك الشخص 99 كيلو جرام في السنة. يعني إحنا فعليا ما بناكل خضار أقل وفواكه. من المعدل. إحنا فعلا ما بناكل أقل من المعدل بكثير. خليكي واقعية يا عبي، قولي لي. شوفي دائما نقول، ما أعرف، يقول تسمعي دائما المقولة أنه ليش الأكل الصحي مش حلو، طعمه مش لذيذ. مين قال؟ ترى واقع. معلش. لا مرة ما هو واقع. لا واقع. لما اقعد اقرمش جزره، هذه الاعلام زمان صح، كانوا دائما يقرنب. ايوه بس زمان كان الاعلام يحط لك صوره انه الطفل اللي ما يحب البروكلي وتجي امه تقول له، فترسخت في بالي انه البروكلي ما هو لذيذ. البروكلي والجزر وهذه الاشياء الاطفال ترى يحبوها، بس يمكن الاعلام حط الصوره هذه. لا مش الاعلام، انت تخيلتك انت تاكلي بروكلي. ايوه طبعا مره لذيذ، حطيك از سالاد مع دحين ما بتاكلي بروكلي مع اشياء كثير وبقوليات. لا 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 لبنى، لازم ترى لبنى يعني دارس. شوفي انا دارس، انا معك بس انا قاعده، شوفي انا قاعده ايش اللي قاعده اقول، انا ما قاعده اقول انه هذا الكلام خطا وانه هذا صعب. لا بالعكس وهذا هذا الطريقه الصحيحه، هذا الصحيح، هذا الصحيح. انا اقول لك هو ليش ما بتحسيه لذيذ، لانه ما في طريقه صحيحه. لو حطيت عليه ملح فقد، بالعكس الملح والفلفل. شوفي لبنى، هو المهم انه انت تاكليه، ما هنقول انه هو هيفقد كل الفيتامينات والمعادن والفوائد اللي فيه. يفقد ممكن جزء بس. تتذكر لما ريما جت، دكتورة ريما سلمان أخصائية التغذية، طبعا نوجه لها تحية، أعطتنا كثير معلومات ترى في برنامج سيتي بخصوص الفاكهة والخضار وكيف نقدر ناكلها وندخلها في حياتنا بشكل صحي ولذيذ، حتى الأطفال يأكلوا منها. أنت لو طبختي الشيء بطريقة طيبة وأنت تحبيها، مثلا البروكلي مع الكريمة البيضة، مع كريمة الطبخ. طب الكريمة، الكريمة مش صحية. خلاص الكريمة مو صحية. طيب بس فيها بروكلي. بس في بروكلي. عموما انا احاول قد ما اقدر. مو بس كذا، صار عندنا زمان كان في مطاعم كلها جانك فود، كلها جانك فود. الان في تنوع، الان في وجود للاكل في الصحي والمطاعم صحيه فظيعه. تروح السلطات عندهم رهيبه رهيبه، سواء الخضار الفواكه، يعني بتروحي انه لا تتحجج يا لو ما تتحجج يا والله ما بتحجج، بس خلينا واقعيين، خلينا واقعيين. شوفي احنا لا شك ان اوبشنز الاكل الصحي مره كثير، وهي مساله تعود. يعني عرفتي انا مثلا، يعني انا لو كنت هقول لك مثلا الحبوب والسكريات واشياء، او خليني اروح لك لشيء دائما يقول لك البدائل، شيل الخبز الابيض
وحط الخبز الاسمر. انا في انا الحين اكل خبز اسمر وصرت ما اقدر يعني استطعمه اكثر من الخبز الابيض. مزبوط. بس اخذت فتره مع انه ترى الابيض صحي اكثر من الاسمر. لا لا لا, 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 لا. مو صحي بس بتكلم على انه في الياف اكثر. ايوه بس انه بيسد الشرايين العيش الاسمر. دائما التوازن في كل شيء يعني. خليني اقول لكم طب فوائد الخضار. طيب انتوا عارفين انه من الاشياء اللي ممكن مع تناول الخضار والفاكهه بكثره او بشكل على الاقل معتدل يساعدنا او انه يقلل من خطر الاصابه بامراض سرطانيه، يقلل من خطر الاصابه بامراض القلب. لما ناكلها فعلا فعلا ترى يعطي للبشره والشعر نضاره، وكي تحسي فعلا انه وجهك نظر. يعني هذه المعلومه مو ممكن تصدقوني، بس انا بحثت عنها ومسويتها، انا بطبقها المعلومه دي. وكلنا الحمد لله بنطبقها، ووجود الخضار والفواكه والفيتامينات اللي فيها واشياء مره طبعاً. مهمه. وعلى طار الخضار والفواكه مهم جدا ان نتكلم عن الالياف، والالياف موجوده كثير في انواع كثير من الخضار والفواكه والحبوب ايضا. ومهم جدا انها تكون موجوده من ضمن غذائنا الصحي المتوازن والمتنوع. ليش؟ لانه الالياف بتحمي من العديد من الامراض، أمراض القلب وخطر الإصابة بسرطان القولون والموت. وكمان ينصحوا فيها إنه الناس اللي عندهم مرض السكر ضروري إنهم يأكلوا كمية مناسبة من الألياف، لأنها بتعمل لهم توازن في معدل السكر في الدم. وأيضا كمان الألياف موجودة في كثير من الحبوب والبقوليات، وهذه الأشياء موجودة في طبخنا، في الأكل الأطفال الصباح، شو اسمه، السيريالز وكمان حتى البقول، العدس، الفاصولية، الفول، وهذا شيء مرة كويس. صحيح. نحتاج في اليوم 25 جرام من الألياف إذا كنا طبعا للسيدات، وللرجال 38 جرام. 25 جرام يا ريم قد إيه يعني؟ أنت تتكلمي على قد كده يعني؟ فطور يعني؟ زبدية فطور صغيرة. أوكي حلو. بس بيور ألياف يعني، فأنت يعني تاخذيها من الفواكه، من الخضار، من الحبوب، في تنوع في المصدر. صح. إيش رأيك؟ صح. لا أنا 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 معاكم والله. شوفي بس أرجع أقول، أنا دائما وكوني كنت دارسة هذا المجال كنت أقول لا نعيش في اللالاند، يعني إحنا الناس موجودة، وأحيانا سرعة الحياة هتضطرك هتضطرك إلا ما هتضطرك، بس عشان ما يصير الإنسان قاعد يقول لنفسه أنا يلا أنا ما قاعد مش قادر أخذ غذاء صحي. وبما أنكم بتتكلموا عن أنواع الغذاء، خليني أقول لكم عن شيء كمان مرة مهم، الحبوب والسكريات. تناول الحبوب الكاملة بانتظام يساعد في تخفيف الوزن، يقلل من خطر الإصابة بداء السكري، وعشان كذا يوصي باختيار الأطعمة المصنوعة من الحبوب الكاملة. صح. زي إيش مثلا؟ خبز القمح الكامل بنسبة 100%، والشوفان، والأرز البني. مين ضاق الأرز البني؟ أنا أكلته في مطعم مرة. طيب طيب جدا. مرة. أيوة. طيب. أيوة. مرة طيب. أنا كنت أتخوف منه بس لما أكلته مرة لذيذ. وعلى فكرة تفضيلها يقول لك هذه الأشياء تفضل على الأطعمة المصنوعة من الحبوب المكررة مثل الخبز الأبيض والرز الأبيض. وأنا أقول لك اللي يتعود على هذه البدائل صح. مع الوقت والله ما يقدر يرجع، زي بالضبط اللي يتعود على شرب القهوة بدون سكر، بدون سكر بعد ما يفوت فيها تعالي حطي لي ملعقة سكر أبدا ما يقدر. مرة صعب مرة صعب. أنت عارف إنه في هوليوود في واحدة سيدة كانت من الزمن الجميل تقول إحنا زمان كانوا ما ناكل أبدا الدقيق الأبيض، عشان كده كانت يعني محيط الخصر عندهم مرة صغير. لو تشوفي في الأفلام القديمة كانوا مرة صغير لأنه ما كانوا يأكلوا دقيق أبيض. يقول الآن عشان صار كل البنات وكان صار منتشر الدقيق الأبيض والمعجنات، عشان كده نادرا لما تشوفي وحده خصرها صغير بشكل طبيعي، حتى لو كانت نحيفه ما تلاقي نسبه الخصر الصغير. فهذا شيء نقطه جدا مهمه. حبيت الاستشهاد ده، جميل عجبني. خليني اقول لك كمان على حاجه، احنا لازم تكون في غذائنا اليومي الدهون. الدهون يمكن تكون حاجه اول ما هذه اكثر بند عليه حرب. ايوه. يمكن اول ما تسمع كلمه الدهون هتقعد تستغرب انه كيف نحط دهون لا احنا لازم يكون في دهون في غذائنا اليومي، ولكن برضه بشكل متوازن وصحي وقليل. ننتبه ونبتعد من الزيوت المهدرجه، السمنه، الزبدة، هذه بتكون ترى على فكرة حتى تجاريا بيكونوا كاتبين على جنب الزبدة الطبيعية صحية. في طبيعي صح، الزبدة الطبيعية والسمن البري طبعا. الله ريم ذكرتيني بأكلة معينة تحتاج سمن بري، ولكن خليني أقول لكم إنه إحنا استخدامنا لها لازم يكون بشكل هادي متزن بسيط. ممكن ندخل مرة سمن بري، ممكن ندخل مرة زبدة، ولكن من جد نبتعد عن الزيوت المهدرجة لأنها سبب رئيسي في أمراض القلب التاجية. كلت البيض المقلي بالسمن البري؟ يا لهوي. بس يكون البيض بلدي كمان. يا الله.
الله من جد انا مبسوطه على موضوع الحلقه، يعني بتجيبوا كذا اكلات بتشهي الواحد. مهم جدا ان نتكلم عن اللحوم الحمراء، اللحوم الحمراء مصدر مهم جدا للبروتين وما نختلف على هذا، ولكن الحرص كل الحرص انه ما نتوجه الى اللحوم الحمراء المصنعه، الهوت دوغز، البيبروني، البيكن، هذه الاشياء خطر على الصحه ومعروف جدا انها يعني اثبت العلماء انها تسبب سرطانات رئيسيه في الجسم. مش لحوم خصوصا الهوت دوغز يا ريم، تخيل هذا مخلط مع اشياء كيماويه ثانيه وبفليفرز وكذا، يعني مثلا فضلات الاذن، فضلات الغضاريف واشياء بالفعل. مهم جدا اننا ننتبه على هذه النقطه. خلينا نشوف راي المختص ايش يقول بخصوص استهلاك اللحوم الحمراء ولكن بحذر. اللحوم الحمراء لها فوائد ولكن في نفس الوقت كثرتها لها أضرار. دائما نحاول نوازن حتى اللحوم الحمراء بينها وبين بعض، تيجي حتلاقي لحم البقر يختلف عن العجل، يختلف عن الإبل، حتلاقي نسبة الدهون تختلف، نسبة البروتين يختلف، نوع البروتين أحيانا. عشان كذا تبدأ توازن الدجاج والسمك، لحوم بيضة لكن تعال شوف نسبة الدهون. دائما نقول السمك أفضل، ليش؟ لأنه نوع الدهون اللي فيه أفضل وفي نفس الوقت الكمية الدهون أقل. هنا نبدأ نجي نوازن، نقول نبدأ ناخذ ننوع وناخذ الكميات المناسبة للجسم. يعني مثلا لو قلنا الشخص يحتاج مثلا من 100 إلى 120 جرام، لما تيجي تقيسها الإنسان اللي ما عنده ميزان وما يقدر يقيسها يقيسها بكف اليد، كف اليد اللي هو هذا، هذه 100 جرام تقريبا مثلا اللحمة اللي أنت مطلوبة أنك تأكلها، أو الدجاج أو السمك، يعني بمعدل سمكة متوسطة بمعدل نصف الصدر الدجاجة. فهنا تبدأ توازن أنت احتياجك. إذا زاد الشيء عن حده ممكن يسبب لك أمراض مثل مرض النقرس، زيادة البروتينات بدون أنه أنت مصروفة ولا استهلكتها في جسمك ولا مارست أي نشاط بدني وتراكمت في الجسم كمان لها أضرار. فهنا طبعا التشنجات اللي تصير، الخمول اللي يصير، دائما الواحد يبحث عن الشيء اللي يحفز الجسم ولا يبحث عن الخمول والكسل. تعرفوا طيب يا بنات الـ دائما ما نسمع عن المكملات الغذائية والمكملات طبعا. أنا من ضمن هذه المكملات في دائما نسمع عن حمض الفوليك، ويمكن كثير نربطه أحيانا بالحمل إن الحامل لازم تاخذ مع أول شهور وحمض الفوليك وحمض الفوليك. بس أنا في طبيب قال لي إنه النساء ما بعد سن 30 يقدروا ياخذوا، لا يقدروا سواء كنت متزوجة مش متزوجة، حامل مش حامل، لأنه مهم جدا في تركيب خلايا الدم. صح، يعني لازم ناخده كمكمل غذائي، لازم تاخذيه كمكمل غذائي حتى لو مش حامل، هذه معلومه مهمه بعد يعني ما غابت عن ايوه يفضل انه لا. شوفي حتى كمان مش بس المكملات كمكمل غذائي، يعني مثلا مصدر حمض الفوليك بيكون عاده حبوب يعني اللي بتخطط بتفكر انه هي ممكن مثلا في يوم من الايام تبغى تحمل، خلينا نقول في خلال الشهرين الجاية بتاخذها كمان. ليه؟ لانه يفضل انه يكون الدم عندك عالي جيد، والنسبه ايوه نسبه الهيموجلوبين عندك عاليه لما تجي تفكري او لما يقول لك الدكتور مثلا انه انت حامل. كمان من الاشياء المهمه جدا اللي ذكرت لنا اياها وجدان قطب عن موضوع المكملات الغذائيه، هنشوفها اكيد في راي المختص ونرجع. انت قلت اسمها مكملات غذائيه صح ولا لا؟ معناها هنا نبحث عن الشيء اللي ينقصنا. في كثير من الناس تروح تبحث في الصيدلية تأخذ مكمل غذائي يلا كامل، كل الأملاح المعدنية اللي نحتاجها أو المعادن اللي نحتاجها وكل الفيتامينات. طب غلط، هل أنت عندك هذا النقص؟ هل أنت محتاج هذا النقص؟ ترى الزيادة زي النقص أخوها، يعني ما في فرق. اللي عندك نقص ويسبب لك أمراض ويسبب لك أعراض للنقص، نفس الشيء الزيادة تسبب لك أمراض وتسبب لك أعراض، يعني ممكن تسبب لك أشياء أنت ما تخطر في بالك. دائما نقول سمية في الدم، من وين جات؟ من الزيادة. طب ليه؟ لأنه أنا أخذت أشياء ما أحتاجها. قبل تناول أي نوع من المكملات الغذائية لازم نعمل تحاليل. التحاليل بسيطة، ينعمل لك تحاليل تعرف وين النقص، العنصر الناقص، ناقص فيتامين مثلا ألف، ناقص فيتامين دال، ناقص فيتامين سي. خذ العنصر اللي ناقصك، ليش أخذ الشيء اللي أنا ما أحتاجه؟ طيب أنا أبغى مثلا فيتامين دال، إيش العناصر اللي فيتامين دال أحتاجه والمكملة له عشان يمتص في الجسم؟ يعني أحتاج مثلا فسفور ومغنيسيوم، أروح أخذ فيتامين دال وفسفور ومغنيسيوم. ليش؟ عشان يصير عندي فيتامين دال معدل كامل في الجسم، ما يصير في عندي نقص، لأنه ممكن أخذ فيتامين دال وما يمتص بامتصاص كامل. هنا تبدأ الموازنة، ما أروح أبحث أخذ كل حاجة ويلا لا، لأنه زي ما قلنا الضرر حيكون
طيب خلينا نتكلم عن مضادات الأكسدة واللي موجودة في فيتامين ألف وهاء وجيم، وطبعا هي موجودة في أغلب الخضروات والفواكه. صح، الفلفل الرومي، الشاي الأخضر. الفلفل الرومي الله، لما تجيبيه كده تقطع، خصوصا الأخضر ترى، أي شيء أخضر ترى فيه مضاد أكسدة. صح، وكل ما قوي اللون الأخضر فيه كل ما كان مليان مضادات أكسدة. طبعا صح ولا لا؟ احنا منك نستفيد برضه. لا لا أنا لا تخليني أقول شيء ما أنا. المهم في مضادات الأكسدة لازم نكون عارفين أن هي مرة تساعد على الحفاظ من ضرر الشيخوخة، فدائما تساعد، فدائما احرصوا على هذه المواد بالذات. صح، وحاجة مهمة جدا يمكن لنا احنا السيدات بشكل كبير، لازم لازم لازم، واعتقد كل السيدات واعيات الان ان هم بياخذوا الكالسيوم وفيتامين د. مهم جدا، مره مهم جدا. اولا بيساعد من يعني يحافظ شويه على الجسم عشان الهشاشه من العظام، ما نبغى يكون في هشاشه من في العظام، فبنقلص بتناولنا الفيتامين د وبنقلص والكالسيوم بنقلص هذا الموضوع تماما. بلس انه احنا ترى ما بنتعرض للشمس، فاحنا نحتاج انه ناخذها كمكملات غذائيه، خاصه برضو زي ما قالت تبنى بعد الثلاثين، وخصوصا انه احنا عندنا في السعوديه برغم الشمس الساطعه طوال العام الا انه عندنا نسبه كبيره من الناس اللي عندهم نقص كبير في فيتامين دال، فضروري جدا اننا ناخذ فيتامين دال سواء من الشمس او من اكلنا الصحي. في دراسه تقول انه هناك علاقه بين انخفاض فيتامين دال ونسبه الوفيات في العالم، فتخيلوا يعني انه لازم الاشخاص اللي تزيد عمرهم عن 70 سنه والنساء بعد انقطاع الطمث لازم انهم ياخذوا يوميا 20 ملغرام او ميكروغرام من فيتامين دال سواء من الشمس او من المكملات الغذائيه. بس اسمحي لي اقول حاجه على هذه النقطه، يعني كمان عن الوفيات، بحكم انه انا مصابه بالتصلب اللويحي، اخر الدراسات قالت انه مرض التصلب اللويحي هو مرض مزمن وخطير يعتبر نوعا ما، فالاشخاص المصابين فيه سبب رئيسي الان اكتشفوا انه ممكن يكون نقص في فيتامين دال. أنا حبيت أضيف هذه المعلومة، لأنه يعني معناته نقص فيتامين دال لا يستهان فيه بصراحة، لا يستهان فيه وسبب اكتئاب سواء على فكرة لأطفال لكبار لمراهقين، هو مادة جدا مهمة. بس تعرفوا يا بنات الآن أنتم بتتكلموا، أنا السؤال اللي في بالي كيف أتبع نظام غذائي صحي؟ يعني ويعني ايش هذا الموضوع؟ وخاصة مع اختلاف وجهات النظر في الغذاء الصحي، اختلاف وجهات النظر في طريقة الغذاء، في طريقة النظام، فكيف تشوفوها؟ انا هذا الموضوع لعبتي. لعبتك عبير؟ والله لعبتي. لعبتي ولا ما هي لعبتي؟ طبعا ونشهد ما في نظام غذائي. بس ما شاء الله يعني نزلتي كثير عبير. أيوه. يعني من 3 سنوات لليوم ما شاء الله في فرق كبير. أيوه. يعني من 3 سنوات لليوم 4 سنوات كمان. أيوه. بس خلينا نقول لك انه دحين يمكن هذه السنه انا زاد وزني شويه بس انه لسه ما زلت اون ذا تراك، يعني حلو حلو بريح شويه يعني. طب ادينا نصائح. اقول لكم كل حاجه. والله بعد عشان كذا متحمسه للسالفه، لانه فيها كثير من الاشياء اللي انا عانيت منها وانا بطبقها لما كنت ناويه انحف. بدايه ترى مره مهم انك بتاكل خضار وفواكه، صدقيني اهم شيء. الالياف مره بتساعد انها تسهل تشبع، اول شيء تعبي البطن، تاكل مثلا خلينا نقول سلطة فيها كثير من الخيار، أو مثلا تاكل نوع من أنواع خيار، أوكي، مع مويه كثير ترى ينفش في البطن، وهذه حاجة لازم تعرفوها. لحظة. أنا بعدين إيش أسوي؟ آكل خيار وأشرب معاه مية؟ يعني اشرب المويه بعد ما تاكل، يعني بتقعد يعني في البطن، خصوصا لما يكون فيها برغل او كينوا او حاجات زي كذا، كمان هذه بتحسسك بالشبع. بالضبط، خصوصا لانه كينوا في بروتين وما بروتين، فهذه الامور كمان، او مثلا مع قطع جبن. فانت هنا ترى بتسوي وجبه لذيذه وتحط عليها مثلا سلايدز حق الشكل، واعتمد يومي كله بس على السلطه. لا هي جزء، احنا بنقول جزء من النظام، هي جزء من النظام. وين الرز؟ وين الدجاج؟ وين اللحم؟ انا اقول لك لازم. مستحي. انا كنت ابكي لما انقطع من الرز، صدقي. الرز ما هو سيء بحد ذاته. أيوة. عبير، ولكن التوازن في الاكل والسعرات الحراريه والكميه، زي ما قلنا ريم في البدايه، ترى ما في ولا عنصر غذائي نقدر نقول انه سيء ولازم نبتعد عنه ولازم نبتعد عنه. كل شيء في وقته بكميته هو شيء مناسب. لازم نحط مثلا خلينا نقول لكم سناكس بين الوجبات الاساسيه. هقول لكم ايش كنت اسوي. فطور، افطر روح الدوام، شاهي مثلا مع خلينا نقول ابغى اكل كيكه، بس ما يمديني اكل كيكه، ممكن الاقي الان خصوصا تحديدا الاقي اماكن بتبيع الحلا حق الدايت،
وحق الحمية فتاخديه معك. فهذه كمان السناك اللي ما بين الوجبات جميل. يا ستي حطي برتقالة، حطي تفاحة ما بين الوجبات، هذا كمان جدا مهم ويساعدك. أكيد طبعا، وكمان ضروري جدا إننا نقلل من كمية الدهون بصفة عامة، وتناول الدهون الصحية أكثر اللي هي زيت الزيتون مثلا تكون صح. واختيار الدجاج والسمك، لازم ندخل الأسماك في أكلنا، إحنا مقصرين في أكل السمك مرة كثير، لازم يعني مرة في ناس يقولوا مرة في الأسبوع ما ينفع، المفروض يكون أكثر من كده، ونحط سمك أكثر من اللحوم الحمراء، السمن اللي يكون غير مدهرج مهدرج عبير، وهذا الشيء أنت ذكرتيه هذا لازم نبتعد عنه تماما. ايضا اكثر اشياء تخن وتاثر على الجسم صراحه هي البسكوتات والحلويات والكيكات، ما اقدر اقول لها لا او ما تقدر تقولي لها لا. طيب وهو ده يعني نخفف منها قد ما نقدر، ناخذ لقمه يعني زي هذا الشيء الحلو ما حقدر انا اقاومه، فراح اخذ لي لقمه من ده هنبلغص فيه في الفاصل يعني فليش لا يعني عارفه ريم، كل واحد فينا تلقين فيه عنده شيء يقول لك يا الله كيف هحرم نفسي منه. يعني انا واحده مثلا المشروبات الغازيه بالنسبه لي للأسف الشديد للأسف الشديد جزء من وجبتي، وعشان أتبع زيرو كالوري ولا فل أنا الآن كالوري. أخذ زيرو كالوري أو مثلا دايت أو ما، بس برضو في حد ذاته ترى الدايت معناته سكرياته عالية يعني هو أصلا عشان أقول أنا يهمني الكالوريز يا لبنى أنه زيرو كالوري، هذه اللعبة هذه اللعبة اللي تصير يقول لك زيرو كالوري ما أعرف إيش، لا بس ترى هو عشان زيرو عشان يضل محافظ لك على الطعم وتقدر تشربيه يرفع السكريات، ففي النهاية يعني أنا أجي أكحلها أعميها. فعندك المشروبات كمان إذا نبغى نقول والله أنا قاعد أتبع نظام غذائي صحي فلازم هالمشروبات هذه كلها أوت. بالإضافة ناس ثانية يقول لك أنا صحي أنا أشرب عصير، تروح انت تقولين ايش نوع العصير، تلقين العصير اللي مليان سكر طبعاً. سكر بالعصير. فاذا احنا نبغى نقول والله انا قاعد اشرب عصير فمعناته عصير تسويه في البيت، صح كلام، وتضمن انت قاعد تعصره في البيت وتسويه في البيت وتشربه في البيت. بس انا اقول لك حاجه كمان، يفضل انه ياكلها عشان ياخذ كل الالياف اللي فيها والفوائد والفيتامينز صحيح. اللي ممكن تكون فيها. في كثير من الاغذيه او خلينا نقول نظام الحمية اللي راح نتكلم عنه، كذا نظام حمية مشتهر يمكن من 2016 إلى 2019 الناس بتبحث عنه، ولكن في نظام تحديدا أنا أبغى أتكلم عنه معاكم أو أتناقش فيه اللي هو الكيتو، الكيتو دايت، سمعتوا فيه؟ طبعا ترند وهبة دحين الآن، كل ما قلت قال لك شيء يقول لك كيتو، يروح يدور لك على عيش كيتو ويدور لك على مدري إيه كيتو، ويتباهوا فيه الكيتو يتباهوا فيه الآن. نظام الكيتو دايت اللي هو كيف أو بمعنى أصح يرتكز تحديدا على الدهون، أنك تأكل دهون وتقطع الكربوهيدرات أو تقلل منها، لا أو تقلل تقطعها تماما الكربوهيدرات، أيوة عشان بدل ما الجسم يحرق الكربوهيدرات ويحرق الطاقة منها فهو يحرق الدهون عشان الجسم يأخذ الطاقة منها، وبالتالي تقدر تسوي مهامك اليومية. ترى هو ضار، شوفي أنا عن تجربة شخصية جربته يمكن خمسة أيام الكيتو اللي هو البروتين اللي هو الدهون يكون عالية وبروتين عالي ومعتدل خلينا نقول، والكربوهيدرات تقريبا ما في، يعني أنت بتاكله ممكن خسة أو خيارة يعني، فالنظام صعب، بتحس إحاسيس غريبة، هذا عذاب على وجه الأرض، بتحس دائما أنه أنت معاك إهبوط، أنت نفسك غامة عليك، فمو أي أحد يقدر يسويه، خصوصا أنه يفتقر لأهم العناصر الغذائية من فيتامينات ومعادن وغيرها وسكريات اللي يحتاجها الجسم، يعني يمكن هذا مخالف لمعظم التوصيات التغذية الصحية العامة في الدم. طبعا طبعا. طيب خلينا نتكلم عن فوائد وأضرار اللي هي الحميات الغذائية، خلينا نتكلم طبعا عن الفوائد على الأقل. طب هذا الكيتو مين يخدم مين؟ إذا أنا ما خدمني وما ساعدني، إذا هناك في فئات معينة بيخدمها الكيتو لوقت محدد باستشارة الطبيب، بأنك تمشي مع الطبيب في جدول معين، فهي ممكن تستخدم لعلاج الصرع. وجدوا أن الناس اللي بيعانوا من الصرع لو قللنا من الكربوهيدرات وغيره بيجدوا أنه في نتيجة كويسة حلو. لعلاجهم. يعني الكيتو هو نظام للأشخاص اللي ممكن يكونوا مصابين بالصرع. نعم. أوكي حلو. بيساعدهم مثلا فقدان الوزن السريع لشخصيات معينة، سواء هذا شخص رياضي عنده مناسبة مباراة، عنده هم بسبب الكربز
لأن ممكن يعني في ايفنت معين، يعني مثلا هذا شخص رياضي، انت لو سويتيه مثلا شهر ترى انت هيجيب معاك نتيجه، هو ما هيضرك هذا الشهر، شهر مره كثير عبيد. لا لا بعده اي دايت اي نظام غذائي او حميه تؤثر بشكل او باخر على نظام الايض عندك او التمثيل الغذائي عندك. فاذا ماشي نيجي نقول والله انا قاعده امارسه شهر وبعدين تريح اسبوع بعدين تكملي، ترى في الشهر هذا انت لعبتي في النظام الحرق. بس صادقه لبنى، يعني موضوع الكيتو تحديدا مو اي احد يسويه، يمكن الشباب اللي يسووا تمارين الجيم والعضلات يحتاجوا انهم ينشفوا جسمهم لفتره من الزمن عشان يعني عندهم ايفنت معين او شيء، ولكن ليس اسلوب حياه ابدا. كل أبداً الاطباء أبداً ما ينصحوا فيه طبعا. انت عارفه كمان انه انا كان لي جلسه مع دكتوره اسيل الصالح، هي ما شاء الله تبارك الله دكتوره عندها تخصص كبير فيه، فقالت الكيتو ترى ممكن يكون فعال وزي ما ذكرنا، بس ترى له ابعاد حتى على الجانب النفسي. أي الكاربس ممكن يسبب كل نظام غذائي فيه، ممكن يوصل الى عوامل نفسيه لان في خلل قاعد يصير موجود. طبعا الكربوهيدرات اذا اختفت انا اعتبرها يعني السعاده، الاشياء كذا لما تكوني كذا طفشانه ولا هذا تكليلك شويه حاله زي كذا حاجه حلوه بترفع لك هرمون السعاده شويه. هي صح بترفع هرمون السعادة وبترفع والله كل حاجة جميلة في كده في حياة الإنسان، ترى الحلويات الشوكولات وكذا أشياء. وعلى فكرة الدايت الأساسي أو خلينا نقول الدايت الصحي إلا ما يكون فيه إسكريم، قطعة شوكولات ممكن تكون دارك شوكولات، بس قطعة شوكولات ممتازة جدا، هي بترفع هرمون السعادة وبرضو بتساعد على الحرق، أو خلينا نقول كمان عشان لبنى ما تزعل ما يلعب في نسبة الأيض أو المرأة تحديدا. الحفاظ على مستوى الحرق أو الأيض أو التمثيل الغذائي في جسمك هو اللي قاعد، خليني أشبه كيف يا رب اني ما اخطا، انه يحافظ على العمر الاستهلاكي لاعضائك اجهزه الهضم كل شيء. وفي نقطه مهمه تماما انا حابه اني اكد عليها فيما يخص اضرار نظام الكيتو، يقول لك طبقا للجمعيه الامريكيه للسكري فقد اجريت دراسه للمقارنه بين نسبه الهيموغلوبين السكري للافراد يتبعون حميه غذائيه نمطها قله الكربوهيدرات مع الكيتو وحميه اخرى نمطها زياده الكربوهيدرات، فوجدوا ان في اختلاف كبير، حافظوا على هيموغلوبينكم. وكمان بتسبب الضرر لكثير من الاشخاص اللي ممكن يعانوا في من مشاكل في البنكرياس، امراض الكبد، وكمان مشكلات ممكن تكون مشكله الغده الدرقيه. في اشخاص ترى ما تناسبهم انواع حميات معينه، عشان كذا لما تصير تبغى تفكر انك تسوي حميه نظام غذائي معين لازم انت تراجع طبيب، لازم يكون في تحليلات، لانه الكيتو تحديدا ترى اثبت انه خطر لكثير من الاشخاص وطلعت عليه اقاويل لو تتذكروا. اكيد الكيتو يعني مش اسلوب حياه ابدا، ما في احد ينصح فيه أسلوب حياة، أيوة. الا لفتره زمنيه محدده معينه لسبب محدد، لسبب محدد صح. واللي دائما يقال اذا احد هيتبع نظام الكيتو لازم تحت اشراف اخصائي غذائي او طبيب غذائي، لانه انت ما تعرف نظامك الجسدي الداخلي ايش ممكن من وين ممكن يتاثر. بالفعل يعني، وكمان انه الاقلال من تناول الخضار والفواكه والحبوب الكامله يسبب امساك، وايضا يعني كثير امراض ممكن تسبب جفاف، ممكن كمان يقل نسبه الانسولين لانه ما في سكر بيدخل في الجسم. على فكره هو طلع له مرض، يعني طلع له اسم مرضي للاشخاص اللي بيتبعوا هذا الحميه اسمه انفلونزا الكيتو. حلو. يعني حتى هم ما عارفين انه هي ممكن تسبب اذى للشخص او حاجه زي كذا. اعراض خلينا نقول لك الانفلونزا الكيتو اللي هي صداع، تعب، نوبات والدوار. ريم انت بتسوي كيتو امانه اعترفي. لا 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 ولا احد. جربته مره قلت لك 5 ايام نفسيا تعبت، جسديا تعبت، كنت دائما اشوف الدنيا سوداء، دائما معايا هبوط، اضطرابات في المعده، في حاله حزن، دائما تعبت جدا. فهي تجربه مستحيل اكررها، وما فيش زي الغذاء الصحي المتوازن والمتكامل. صح. وهذا اهم شيء. انا اتوقع ان كل المشاهدين اللي قاعدين يشوفوا الحلقه الان في خلاف بينهم، اشوفهم قاعدين في الصلاه هذا مؤيد للكيتو لا يا جماعه اهدوا، خلونا نطلع فاصل نترككم كذا تتناقشوا بين بعضكم عن نظام الكيتو ونرجع لكم.
رجعنا لكم مشاهدينا، وكنا نتكلم قبل الفاصل عن الغذاء الصحي وعن ابعاده وافكاره وكيف الناس بتتوجه له. بنات، قد مره كنتوا طالعين مثلا عازمين احد او انتوا في بيت احد تاكلوا، بعدين فجاه طلع لكم احد قال لكم انا اسف انا ما اكل لحوم؟ فيجيتيريان. ام فيجيتيريان، شفتوا هالكاركتر مر عليكم؟ طبعا صار في كل عائله وفي كل شله وفي كل صحبه وفي كل مكان عمل لازم يطلع لك لازم هذا النباتي يطلع الفيجيتيريان. بس حلو حلو. عبير ترى كانت بتضرب من الحلا. أيوة أنا كنت باكل من ده لأن هي مؤمنة إنه لازم تدخل الحلف في نظامنا الغذائي. لأنه على فكرة أنا الوحيدة اللي أخذت مرة ما يمديهم ياخذوا. لا لا أنا لا مش يعني مرة ما يمدينا ناخذ. لا لا حاخذ يعني، بس أحيانا لما نتكلم وفي حلفة تلاقيني أتعب شوية. شكرا لك يا عبير، حاخذ لا تخاف. حلو. الدور عليك غصب يا لبنى لازم تاخذي. انا مشكلتي اوكي ترى بنتكلم في الدايت يا جماعه، انا فاهمه بصفه عامه. ايوه صح، بس يعني لا ما هردك تفضلي ما هردك يسلموا. يعني بنتكلم اوكي عن الدايت وهذه الامور كلها والغذاء الصحي وكيف تقدر يكون غذائنا صحي بشكل عام، لكن اوكي النهارده السبت اعتبروه ويكند خلاص، هو اجازه. لا ويكند للدايت. هو دايما الدايت مريح شويه عشان يوم الاحد يرجع الدايت يكمل. مره طيبه بالعافيه، مره طيبه والله. فيها كاسترد صح؟ وعلى فكره مو ثقيله هي كاسترد. ايه بس تحط المفروض عليها هذا الشيء تشوكلت كمان، عشان هنا وقتها هتصير مره تقهم. لا هنا مره حلوه. خلوني اكلمكم بما انكم انتم بتستمتعوا فيها عن الدايت النباتي والاشخاص النباتيين. الدايت النباتي فعلا حلو، او خليني اقول النظام الغذائي النباتي للاشخاص اللي بيسووه النباتي المعتدل ترى اوكي فعلا جيد للجسم وصحه الجسم. لكن خليني اتكلم في البدايه عن انواع الدايت النباتي والحميه النباتيه. في حميه نباتيه صرفه، يعني هذا الشخص مستحيل يتناول لحوم او دواجن او اسماك وكل مشتقات الحيوانات بما فيها البيض ومنتجات الحليب والالبان. هذا فايته نص عمره. هذا اسمه فيجن. والله. هذا فيجن. هذا الفيجن. اكزاكتلي ريم، شكرا. هذا هذا عفوا النباتي الصافي هو الفيجن. هذا الاكستريم. انا احس هذا بيضر صحته نوعا ما، يعني الا ما يكون في نقص معين ما هو ما هيقدر يكمله بابتعاده عن كل هذه بصراحه الغذاء الجيد للجسم زي ما ذكرنا اللحوم والدواجن وغيرها. في شبه نباتي، شبه النباتي بياكل مثلا خلينا نقول بعض المنتجات الحيوانيه، بياكل البان بياكل اجبان بس ما ياكل لحوم، بس ما ياكل سواء حمراء او بيضاء. بالضبط، بس اللحم الدجاج، وخلينا نقول لك في منهم ما ياكلوا السمك. ايوه والله ما ياكل هذه ثلاث اشياء. السمك هذا خسران كثير. اي والله خسران. والله صادق عاد انت حسويه والسمك عندك يا زينه زينه. وفي كمان نوع من انواع الحميه النباتيه اللي هو نباتي الالبان والبيض. هذا الشخص لا يتناول السمك والدواجن واللحوم، لكن ممكن انه ياكل نوع من انواع خلينا نقول البيض ومشتقات الحليب بس، يعني العكس عكس شبه النباتي. ايوه يعني هو كمان انقسم نوعين، يعني نباتي الالبان ونباتي البيض. نباتي الالبان زي ما قلت انه ما يتناول كل اللحوم بجميع اشكالها، ولكنه يتناول مشتقات الحليب. صح، يقول لك انا ما ازيت البقره فراح اخذ حليبها. ونبات البيض نفس الشيء، انه ما يتناول كل اللحوم ما عدا البيض، مع انه انا اشوف هنا في خلل في الكونسبت. انت اذا انت خايف على الحيوانات اذا انت بتاكل ليش تاكل بيضها؟ صح ولا لا؟ لا بس انا بيضها ما بيأذي، انا ما باذيها عشان طيب البيض نونو، هو عباره عن نونو البيض. لا هو اوكي هو نونو بس ولكن هذا البيض فيك تتاكل، انت ما بتاكلي الصوص، انت بتاكلي البيضه. ايوه اللي هو في بدايه مراحل النمو الكتكوت. انت منعتي حياته الان. شفتي كيف؟ طيب اعطيكم مثال ثاني. تعرفوا انا بكلمكم عني انا شخصيا. انا ممكن اكل كل شيء في الحياه حلو ما عدا اللحم. انت ما تاكلي لحم؟ ما اكل لحم. انا لحم الجمر يعني نوع من انواع اللحوم كلها. لحمه حمراء شوفي اكلها في مواقف نادره، في تكون بشكل نادر جدا ومغصوبه جدا لانه واحد كبير سوى الاكله شكله. لا حتى لما بتطلع يعني تاكلي برجر؟ لحم في نوادر، في نوادر نوادر نوادر، بس بالمطلق انا ما اكل اللحم الاحمر. هذا اللي يسموهم متمثلين بنباتيين. اكل كل شيء، يعني ما يهمني الدجاجة حية ولا ميتة أكلها ما عندي مشاكل. السمك أكل يعني. كل شيء أكل. واللحوم تكون في حالات تكاد تكون شبه نادرة. أنا مستنية اليوم اللي أكون فيه نباتية. لا أنا ما أنا حطيت راسي وأنا أبغى يجي. قولي أكون صحية. أنا الآن صحية أعتبر ترى.
ولكن انا ابغى اكون نباتيه، انا اقلل من اللحوم الحمراء مثلا. يمكن صحيح لانه كثير اطباء بيقولوا انه اللحوم الحمراء لازم ناكلها بتوازن، ما تكون اكثر من مرتين في الاسبوع، فندخل اللحوم البيضاء اكثر او السمك اكثر. صح صح صح، معك حق. يعني في كثير من الاشياء خلينا نقول فوائد حقت النظام الغذائي، ويمكن بنلاحظها في كثير من مشاهير هوليود. جي لو نظامها الغذائي فظيع، كله نبات وخيار وخضار وفاكهه. ما تاكل لحمه؟ ما تاكل لحم. اوكيجنلي زي عكس لبنى، اوكيجنلي يعني مره مره نادر لما تاكل لحم، ولكن كلايف ستايل هو فقط خضار وفاكهه، حتى العصيرات. وعلى فكره انا جاتني فتره سويت يعني عشت جو النباتيه، بس الصباح انه اكل الصبح مثلا في الليل تضربي برجر وشاورما؟ لا مو في الليل، انا ما اكل بعد 8 فايوه، فمثلا ايوه يكون 4-5 اضرب برجر اضرب شاورما وقتها، لكن لا الصباح الليل والله لو سويناها تكون ترى مره حلوه، اللي هو ساعات خلينا نقول الاكل ومتى المفروض ناكل. طيب ايش الفوائد اللي تتوقع عبير اللي تكون من ناتجه من الناس اللي تتبعوا هذا النظام النباتي؟ خلينا نقول فوائد الغذاء النظام النباتي عفوا. طب شوفي، احنا عندنا كثير من الامور اللي ممكن نحكي عنها بخصوص الفوائد، لكن في البدايه خليني اقول لك الفوائد الصحيه اللي ممكن تكون مترتبه على امراض المزمنه عند الشخص هذا نفسه. بحكمي انا مثلا عبير، ايوه انا عندي اشياء لو اتجهت للخضار والفاكهه ترى انا هكون مره يعني في وضع صحي مره كويس، لانه التصلب الويحي يحتاج انه الشخص يكثر من الفاكهه والخضار في حياته. بالزبط. فهذه نقطه مره مهمه يعني كصحه يعني طبعا. للبشره للشعر، سوري ريم، للبشره للشعر ترى عشان كده انا نفسي اسويه. تقدر تكون انسانه يعني تقدر تتحركي، خصوصا لبعض الامراض يحتاج لها نظام معين زي كذا يا عبير. طب خلينا نتكلم عن اضرار خلينا نقول النظام النباتي. يفتقر الى البروتينات، والبروتينات هي تمثل الغذاء وهي اللي تدينا النشاط وتدينا القوه وتبني العضلات في، لكن ليست بالنسبه الكبيره اللي تكون من مصدرها اللحوم الحمراء وبيضاء وغيرها. فيتامين بي 12 حيكون في نقص حاد في فيتامين بي 12، وهذا الفيتامين الناس ما يقدر ياخذوه غير عن طريق اللحوم والبيض وغيره، لانها بالفعل مهمه جدا للجهاز العصبي في الجسم. فالبي 12 حتى لو بياخذوا يقولوا حتى لو بياخذوا مكملات ما راح يكون مفعولها زي مفعول لما تاخذيها من مصادرها. صح. الاصليه كل المكملات الغذائيه. صح صح. ومهم جدا ان نتكلم عن الاضطرابات في القلق والمزاج، وانا هذه تكلمت فيها عبير قبل شويه، يعني انه اوكي انا لما حكون نباتيه شويه يعني مو زي لما الانسان اللي ياكل مثلا لحوم، مثلا اللحمه حلوه ترى من جد يعني البرجر الشاورما حتى أيوه. اكلنا الكبسات بس جوعتيني. ايوه شفتي، ما بقول لك يعني اللحمه ترى لحمه طيبه يعني. شوفوا بس بقول لك شغله، في ناس كثير تخاف من النظام النباتي، معتقدين ترى النظام في شيء اسمه البروتين النباتي، وفي اشياء ترى هي بدائل يعني النظام أيوه. النباتي ممكن يكون له اضراره بس كمان. فبقول لك عن شيء، في يقول لك النظام النباتي وصحه العظام. في كثير من النساء مثلا تتجنب اتباع النظام النباتي، خصوصا تلك لانه ما في مشتقات الحليب مثلا، او خوفا من الاصابه بهشاشه العظام طبعا. ولكن في الواقع في بعض المنتجات النباتيه تحتوي على الكالسيوم، موجود فيها زي ايش مثلا؟ بروكلي. انتم مصرين على البروكلي؟ ايوه البروكلي حلو، بس انت اللي ما تبغى تاكل بيخفض الكوليسترول الدم جدا. البروكلي مره صحي بس طعمه شوي ثقيل، حطيه مع اشياء ثانيه. طب انا عجبني في شيء ثاني، يقول لك الكرنب او الملفوف. اي طبعا في، وغيرها كمان ان بعض الفواكه والخضروات الغنيه بالبوتاسيوم والمغنيزيوم تقلل من طرح الكالسيوم مع البول. يعني في احيانا اشياء انت مثلا اخذتي الكالسيوم من البروكلي من الكرنب، فبتاخذي معاه فواكه معينه عشان تساعد عشان تزيد من امتصاصه وما تخسري. فحتى النظام النباتي في الناس اللي تخاف على عظامها له حلول في المكونات الغذائيه. مزبوط. طب خلونا نسمع راي مختص بالنسبه للنظام النباتي ونرجع، ايش رايكم؟ نسمع راي مختص مشاهدينا ونرجع. سوء التغذية مرتبط سواء كان سوء التغذية بسبب الفيتامينات وقلتها أو زيادتها أو المعادن أو أحيانا حتى بالسمنة والمرتبطة بها. طيب إذا جينا نتكلم، ممكن عندك السكري، عندك الضغط، الكوليسترول، أمراض القلب، أمراض الأعصاب، أحيانا حتى قلة النشاط البدني تسبب بعض الأمراض لأنها مرتبطة ومتزامنة مع سوء التغذية.
طبعا ما في حاجة نقول أنه سوء التغذية لحاله، لأنه أنت إلا ما تلاقي أنه الحياة كلها في مجملها فيها أشياء، سوء تغذية، قلة شرب ماء، نوع النظام الغذائي المتبع، نوع النشاط البدني المتبع، أنت تلاحظ أنه حتى أحيانا سوء التغذية مرتبط حتى بقلة وفرة المغذيات. عشان كده دائما نبحث عن المغذيات الطبيعية، الواحد يبحث عن الأشياء كل ما كانت أقرب للأرض وأقرب للطبيعة معناها أنها تكون أفود، كل ما كانت صحية أكثر. ليش؟ لأنه أنت قاعد تأخذ الشيء مثل ما هو، منتج طبيعي، يكون منتج مستخلص زي ما هو. زي لما تأخذ أنت مثلا التفاح مثلا على سبيل المثال، تأخذ التفاحة أو تأخذها تفاحة مسلوقة، لا، التفاحة الفريش أفضل. ليش؟ لأنها طازجة، أخذتها كامل العناصر الغذائية. المسلوق راح جزء من الفيتامينات في الموية، راح جزء من السكريات، راح القيمة الغذائية لها، تغيرت نوع الألياف اللي فيها. نفس الشيء بالنسبة للسلطة، لما تتقطع تفقد قيمة غذائية منها لأن الفيتامينات تبدأ يعني تتكسر. بنفس الشيء بالنسبة مثلا لبعض الخضروات، إذا انسلقت سلق الموية صار هو اللي فيه الفيتامينات. ليش؟ لأنه الفيتامينات أغلبها ذائبة في الماء، ما عدا فيتامينات ألف ودال وهاء وكاف هي اللي تذوب في الدهون. فإذا هي انسلقت الخضروات هذه، راحت الفوائد كلها، الفيتامينات وين صارت؟ صارت بالموية. فإذا أنت شربتها كشوربة معناها استفدت من الفيتامينات، بس إذا انكبت هذه الموية معناها راحت الفيتامينات عليك. عشان كذا دائما نبغى نوازن. تعرفوا كمان يا بنات أنه لو هنتكلم عن الأطفال وهم التحدي الكبير في عملية الغذائية وكانوا في مرحلة نمو، تعرفوا أن الأطفال ممكن يتبعوا نظام نباتي بحت، وممكن تبدأ تربيهم من صغرهم أنهم يكونوا نباتيين، بس لازم يحتاجوا أحد يرشدهم. صح. لأنه النظام النباتي ترى نظام مدروس طبعا، يعني كونك قطعت البروتين الحيواني أو الغذاء الحيواني فأنت لازم تكون عارف بالضبط إيش البدائل. فما نتركهم نقول والله خلاص يا بابا أنت ما تأكل لحم أنت ما تأكل دجاج وتطلقه مع نفسه. لازم بالضبط تعوده وتمرنه على مكونات غذائية مهمة. صح معك حق. على فكرة أنا بنتي طلبت أنها تكون نباتية. طيب ليش طلبت؟ إيش فهمها هي؟ إن عشان زعلت على الحمامة لما شافت حمامة، قالوا لها أنه هذه حمامة على أيوه. الغداء كانت الحمامة بناكلها، طب الدجاجة بناكلها، طب الفرق أيوه، بس بناكل. هي شافت أنه الحمامة كمان صغيرة فقالت زعلت أيوه. قلت لها طب دوقيها، قلت لها طب دوقيها إذا ما عجبتك لا تكليها. وأنا I respect أنه أنت، أنا ما أحترم أنه قرارك أنه أنت بس تاكلي خضار وفاكهة. دقيتها عجبتها خلاص، غيرت رأي الحمد لله، غيرت رأي. حمام، انتوا عارفين انه في حمام، عارفين انه في ستات كمان للأسف الشديد بيكونوا نباتيين أثناء الحمل، يعني هي أصلا نباتية بس بتكون حامل فترة حمل والولادة. فأنا بس أبغى أنصحها نصيحة، السيدة الحامل أو الأم الحامل لازم تكوني حريصة مرة على أخذ كفايتك من عنصر الحديد تحديدا، فيتامين B12، وخصوصا يكونوا موجودين بكثرة في اللحوم والأسماك، بالإضافة إلى أخذ كفايتك من فيتامين دال. فيتامين دال هين قلنا ناخذه، بس أنه حاولي قد ما تقدري تاخذي كفايتك من الفيتامينات اللي موجودة في اللحوم. بالفعل. طيب كمان لازم ضروري أنه نقسم الوجبة على خمسة اليوم على خمسة حصص من الوجبات عشان الجسم يأخذ احتياجاته، ولازم تكون هذه الأشياء الخضار والفواكه مليئة بالألياف، ولازم ندخل الكربوهيدرات، بطاطس، صح، رز، مكرونة، جدا مهم لأنه تعطي طاقة للجسم، وأيضا كمان الحبوب والبقوليات بجميع أنواعها لأنه راح تعوض على البروتين. صح. أنت عارفة يا ريم مين أكثر أشخاص ممكن يحتاروا مع النظام النباتي؟ اللي هم الرياضيين اللي بيمارسوا الرياضة، ودائما يقول لك أنا رياضي يعني بناء عضلات يعني بروتين، وهل النظام النباتي يساعدني أنا كرياضي؟ خلينا نسمع إجابة دقيقة جدا من المختص ونرجع. طبعا كل غذاء او كل نظام غذائي له فائدته، تمام، طبعا ممكن يناسب شخص بس ما يناسب شخص ثاني، تمام. فالنظام النباتي يساعدك في اشياء كثيره، طبعا في الاستشفاء، يساعدك في مثلا الناس اللي عندها امراض، تمام، لانه ما راح يكون فيه اشياء الكوليسترول بيكون فيه قليل، ما راح يكون فيه عالي، فيكون فزي ما قلت يكون مناسب لاشخاص معينين بس مو كل الاشخاص. ممكن الناس تجربه وتشوف إذا هو يناسبك أو لا. للرياضيين له فوائد زي ما قلت، زي ما ذكرت لك، في الاستشفاء يكون الاستشفاء مرة عالي، تمام، يكون عندك مثلا في ناس مثلا خلنا نذكر اللي هو عندنا ناس أبطال رياضيين عالميين، عندنا مثلا لويس هاملتون اللي هو حق بطل فورمولا 1 سبع مرات، وعندنا بطل التنس اللي هو فينس ويليامز، كلهم فيجن وأبطال عالميين. كل بي 12
يحتاجه النباتي ياخذه طبعا من مصادر لانه موجود في اللحوم في الغالب، فيكون قليل في المصادر النباتيه تمام. وعندنا اللي هو الكرياتين تمام، وعندنا ايضا اللي هو دي 3 فيتامين دي 3. بالنسبه للعضلات تقدر تبني عضلات من اي نظام غذائي خاصه اذا كنت مغطي العناصر الغذائيه كامله. طبعا بيكون اصعب في النباتيين تمام، بس ما هو مستحيل تقدر انت تغطي احتياجك من البروتين تمام. اذا انت كنت ما تقدر تغطي احتياجك من البروتين من الاكل، تقدر تستعين بشيء اسمه الفيجن بروتين. طبعا هذا الفيجن بروتين يؤخذ من النبات تمام. وعندنا اشياء مثل عندك التوفو، مثل عندك الكينوا، وعندك اللي هو البقوليات. هذه الاشياء تعتبر عناصر بروتين. مشاهدين اكيد مكملين معاكم سالفتنا لليوم، وهتكلم عن انواع الاغذيه وتاثيرها على صحتنا النفسيه، ولكن بعد الفاصل. اكيد رجعنا لكم مشاهدينا ومكملين معاكم موضوعنا وسالفتنا لليوم عن الاغذيه واهميه الغذاء الصحي في حياتنا. لكن لما نصير نحب نتكلم عن غذاء صحي، نبغى نسوي دايت، عندنا بمناسبه حاجه حلوه في حياتنا نبغى نكون بابهى واحلى طله، اكيد على طول هنفكر انه احنا ندخل جوجل وجاري البحث على نظام غذائي جيد. ايش هي الانظمه الغذائيه اللي ممكن تكون ها مرت عليكم من جوجل اخذتوها؟ خلينا نتكلم على ابرز 10 نظام غذائي، او خلينا نقول حميه تم البحث عليها في جوجل، ويمكن اولها خلينا نتكلم عن الصيام المتقطع، واللي انا افضل نوع هذا النوع من الدايت صراحه. جميل. الصيام المتقطع يعني انه بتقعدي حوالي خلينا نقول 8 ساعات 14 ساعه الى 16 ساعه ما تاكلي فيها. يعني عندك ايام او خلينا نقول اوقات محدده للطعام في اليوم، ممكن تكون 8 او 10 ساعات في اليوم. هذه الثمانية ساعات هي اللي تقدري تاكلي فيها الوجبات خلينا نقول الصحيه، وبعدين الباقي اليوم لازم تصومي. يعني مثلا صحيه الصباح ما تاكلي لين، يعني كانك تحطي موعد مثلا تحددي عدد ساعات محدد فقط هو للاكل والباقي. ترى اذا بحثتوا، اذا احد دخل الان على جوجل هيلقى اعداد لا حصر لها صح. من الاسماء، ولكن يمكن ابرزها او اللي كان اكثر فيها تداولا مثلا زي رجيم دكتور سيبي او داي الكيتو اللي احنا ذكرناه من شويه مزبوط. وتكلمنا عنه، يمكن من اكثر نتائج البحث موجود صح. في حاجه اسمها نوم، ايش رجيم اسمه نوم من برضه من ضمن ما ادري نوم الظاهر هو اسمه بالانجلش نوم ان دبل او ام. فكمان هذا رجيم من 2019، وهو كمان الناس بتبحث عنه وبتحاول انه هي تطبقه في نظامها الغذائي. وكمان رجيم جولو، انا اخترت الاسامي كلها الغريبه شوي، جولو والسيرت فود. في كمان نظام السيرت فود، يعني كثير اشياء اذا انا قراتها صحيحه. نظام ال 1200 كالوريز، وهذا برضه من الاشياء الحلوه جدا. بالعكس عبير، يديكي تنوع في الاكل، اختاري الوجبات اللي تبغيها. اسمه نظام ال 1200 كالوريز، 1200 كالوريز، وحلو في انقاص الوزن عن تجربه شخصيه. يعني يا ريتني الان استطيع وعندي هذه الاراده اني التزم في 1200 لاسابيع محدده، ليس اسلوب حياه ولكن اللي يستخدموه برضه لاحتياج معين. ورجيم بلا كربوهيدرات وسكريات، اي رجيم يقول لك فيه مثلا الاخصائي اقطع الكاربس، ترى لا تسوي من جد، لا تسوي، لانه فعلا بياثر على نفسيتك وبشكل مو طبيعي انك تقطع الكربوهيدرات من الجسم. وعلى طار النفسيه، ايش رايكم نتكلم عن الاشياء اللي ممكن تحصل لنا لما نسوي نظام غذائي بشكل عام في نفسي؟ ايش ممكن يحصل لنا لما نسوي نظام غذائي؟ نتكلم ولا ندخل نسمع راي مختص اول؟ خلينا نسمع راي مختص. نسمع راي مختص مشاهدينا عن النفسيه اللي ممكن نصاب فيها مع الانظمه الغذائيه المتبعه من راي المختص. إذا جينا نتكلم عن الحميات وجينا نتكلم عن، تعال افتح النت وحتلقى في السوشيال ميديا وحتلقى في النت حميات يعني ما لها أول من آخر. كل يوم يطلع لك حمية جديدة، كل يوم يطلع لك اسم جديد. طبعا تجي فجأة تقول في حمية اسمها حمية القطن، عارضات أزياء مدري إيش، يأكلوا القطن مثلا عشان يصير عندهم تشبع، إنه البطن تمتلي، المعدة تمتلي، فبيصير يأكلوا أكثر. طبعا لها ضرار، في ناس يغمس القطن طبعا في العصير وتاكله، فعشان ايش تحس انها هي اخذت جزء من النكهه
واخذت القطن عشان يملا لها المعده. في ناس تحب مثلا تمسك نوع فواكه معين تقول لك استمر عليه اليوم كامل بكره اغير اخذ نوع ثاني. في ناس تنوع في غذائها. في ناس حميات غريبه وعجيبه، في كيتو دايت، في بحر المتوسط، في ديتوكس، في حميه سعرات حراريه، في بدائل غذائيه. كل حاجة لها إيجابيات وسلبيات. في طبعا مفاهيم خاطئة فهذه نستثنيها ونقول هذه أصلا ليست حميات، هذه موضة طلعها شخص في السوشيال ميديا، طلعها شخص من مشاهير، عارض أزياء، عارضة أزياء للفت انتباه أو لأنه يعمل حاجة تكون فريدة من نوعها. لكن الحميات الصحيحة أنك تروح لمختص يبحث حالتك الصحية، إيش النقص اللي عندك من فيتامينات من معادن، يبحث إيش الاحتياج اللي أنت تحتاجه، كم عدد السعرات الحرارية اللي أنت تحتاجها، ويبدأ يطبق لك هي عن طريق سواء حمية سعرات حرارية أو بدائل أو بالنقاط. في طبعا هي تختلف، في طبعا بعض الحميات زي الكيتو زي مثلا البحر المتوسط هي من الحميات الممتازة. أما الكيتو مثلا تنفع لحالات وحالات لا. مثلا الكيتو بداية استخدامها كان من سنين الدنيا للأطفال حقون الصرع، فولقيوا انها تجاوبت مع جسمهم ونزل الوزن، فصاروا الناس يستخدمونها الحين صارت موضه. لكن هل استمرارها وتطبيقها على المدى البعيد يضر؟ طبيعي يضر. ليش؟ لانك انت بتراكم الدهون في الجسم وبتاثر اصلا على الكبد والكلى. حنرجع نقول الحميه مهما كانت ايش ايجابياتها ايش سلبياتها، هي تختلف من شخص للثاني على حسب طبيعه جسمك والاحتياج اللي يحتاجه جسمك والنواقص اللي يحتاجها من فيتامينات ومعادن. وفي نفس الوقت اللي ينفع لك انت ما حينفع لغيرك. أعزائي المشاهدين، وصلنا إلى آخر سلفتنا لليوم وفقرتنا من القلب للقلب. خلينا نقول هي مش للقلب للقلب، لكن نصائح ممكن نتداولها مع بعض. اللي أقدر أقول إنه لبدنك عليك حق، ولما نتذكر أيامنا اللي فاتت لما كنا في الحظر والحجر والجائحة اللي مرينا فيها، كلنا كنا في بيوتنا، كلنا قدرنا نتبع نظام صحي، كان ما في أكل من برا، كان ما في أي جانك فود، الأشياء واضطرينا سوينا بدائلنا في بيتنا وعشنا في بيتنا، وكان اتباع النظام الغذائي الصحي شيء سهل جدا. ولما تقول نظام غذائي صحي ترى مش فقط مربوط بإيش قاعد تاكل، ولكن مربوط بكيف قاعد تعيش. أكل صحي جيد طبيعي، نوم جيد طبيعي، نشاط جيد طبيعي، كذا أنت تكون نوعا ما إذا صح التشبيه أنت حافظت على عمرك الاستهلاكي وقدرت أن أنت تعيش حياة سوية وأعطيت الحق الخاص ببدنك. نصيحتي لكم في هذه السالفة أنه 70% من جسمنا موية، لا نهمل شرب الماء. الماء حياة، والماء هو اللي بيخلي أعضاءنا الحيوية في جسمنا كلها تشتغل ويخلق هذا التوازن في جسمنا وفي عقلنا ويخلينا قادرين على التفكير. وكمان الماء جدا ضروري في الحميات الغذائية وبيسرع عملية الأيض وبيخلي الجسم يحرق زيادة، فوجود الماء جدا مهم. اختار النظام الغذائي الصحي اللي يناسبك واللي تشوفه ملائم لحياتك ولنشاطك اليومي. المهم أنك تبتعد عن كل ما هو سلبي، كل ما هو يضرك، وتناول الأكل الصحي بما يكفيك من حاجتك وحاجتك أيضا اليومية. واو، ممكن واحدة؟ أتفضلي. هاخد واحدة عشان أبغى أقول هذه الكلمة تحديدا كده وبالشكل ده، يعني ركبت سيناريو في راسي وحابة من جد من قلب لقلب تطلع وأنا بتكلم كده وبسوي كده. ترى الفكرة مو لازم أنه أنت تسوي نظام غذائي، أهم شيء أنه أنت تحب نفسك. مو لازم تنحف، مو لازم شكلك يكون غير، مو لازم شكلك يكون زي أشكالهم كلهم إذا أنت منك مقتنع. طالما أنت حابب نفسك وبتحب ذاتك وأهم شيء معطيها حقها، ما تبغى تنحف لا تنحف. تبغى تسوي نظام غذائي صحي ولايف ستايل تمشي عليه، وقتها فكر في الدايت. لا تفكر في انه كلام الناس اللي لا بيقدم ولا يأخر ده راح يسوي نتيجة معينة، ممكن انت خلاص فجأة راح يكون عندك إرادة وتنحف. ترى في ناس مرة ظريفة ودمها خفيف وتجنن وهي وزنها زايد. الشكل مو كل شيء، أهم حاجة لما ندق ناقوس الخطر وقتها تفكر انه انت تسوي دايت وبس.
بس. طيب عبير، بس عبير انا لازم اقول شيء، انت من المثال الناجح لسيده ما اتجهت لعمليه التجميل او التكميم ومشيتي على نظام غذائي في هذه السنوات الاخيره، وفي فرق كبير يعني اللي يشوف عبير قبل 3 سنين واليوم ففي فرق كبير، فضروري جدا اننا ناكل اكل متوازن وصحي عبير قبل ما ينهض. اهم شيء، اهم شيء انه الشخص يكون راضي عن نفسه وراضي عن ذاته قبل عشان من جد يمشي معاه الدايت اللي يبغى يسويه. اكيد طبعا عبير. بعد الفاصل نتابع معكم فقراتنا وتشاهدون فيها. من الاستهلاك للإنتاج، كيف تغيرت الموضة السعودية